الرقائق الإلكترونية، المايكرو تشيبس، هل دي النفط الجديد مثلا؟ هل دي هي ثروة العالم المقبلة؟ طيب هل هذه المعركة، لو صح التعبير، معركة الرقائق الإلكترونية معركة مخيفة ولا مفيش معركة؟ يعني خلوني الأول أرحب بضيوفي الأعزاء داخل الاستوديو. أستاذ محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، منورنا يا فندم. كل الشكر لحضرتك وكل شرف ليا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. طبعا يعني منورنا جدا دكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية بالأهرام. منورنا يا دكتور، ما تغيبش علينا والنبي. ربنا يخليك. إيه الأخبار؟ أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. هنا هسأل الأول أستاذ محمد عزام، هل الرقائق الإلكترونية هي البترول الجديد في مجال التكنولوجيا أمام العالم؟ هل هي دي الثروة اللي سوف يتنافس عليها القوى العالمية؟ ده بدون شك. بدون شك. هذه الصناعة حوالي 500 مليار دولار في السنة، وإنما هي مسؤولة عن 100 تريليون دولار حجم الناتج القومي العالمي. مفيش صناعة في الدنيا، مفيش قطاع اقتصادي في الدنيا إلا صناعة الإلكترونيات جزء مكون رئيسي فيه. حلو. وبالتالي لو بصينا حتى على الشكل العالمي في هذا الاتجاه، هنلاقي ان 70% من الانتاج العالمي بيجي من شرق اسيا، بيجي من الصين ومن تايوان، كوريا، اليابان، فيتنام، برضو من الدول الواعده جدا في هذا القطاع، في حين ان الانتاج الامريكي في حدود 10%، والسوق الامريكي 50% من السوق العالمي. فاصبح النهارده بقى في خلل في التوازن في هذه الصناعه المهمه جدا. وهي صناعة أي أزمة فيها بتسبب أزمات كبيرة جدا في صناعات أخرى. طبعا في أكتوبر 2021 كان حصل صح. مشكلة كبيرة جدا في مصنعين، واحد في تكساس تعرض لعاصفة كبيرة جدا أدت إلى خروجه من الإنتاج، وكان في مصنع برضه في اليابان نتيجة حريق كبير أدى إلى خروجه من الإنتاج. الموضوع ده هدي مثال لحضرتك فقط في صناعة السيارات وتأثيره. نتيجة عدم توفر الرقائق الإلكترونية صناعة السيارات لم تعد قادرة على إنتاج 7.7 مليون سيارة، يعني خسائر 220 مليار دولار، عشان بس نتخيل حجم هذه الصناعة. ده طبعا الطلب المتزايد اللي حصل بعد كورونا، والناس قعدت في البيوت نتيجة الإغلاق، وأزود كمان من الضغط على هذه الصناعة، لأن أصبحنا محتاجين كمبيوترز جديدة، محتاجين تابلتس جديدة، محتاجين تليفونات جديدة للناس عشان تشتغل عن بعد أو تتعلم عن بعد. فبالتالي الشركات بدأت تخزن كمان هذه النوعية من التشيبس أو الرقائق الإلكترونية علشان تقدر توفي الطلب المتزايد. فهي صناعة ديناميكية جدا واستثماراتها ضخمة جدا، وبالتالي هي داخلة في كل حاجة تقريبا، من أول ما نستخدمه في إيدنا لحد أدخن صاروخ في العالم بلا استثناء. طيب هنا هروح لدكتور أيمن، هل هي معركة؟ يعني أنا مثلا بقالي يجي سنة ونص من ساعة ما بدأ، أو سنة، يحصل التوتر الشديد اللي ما بين تايوان والصين، وتخش أمريكا طرف، قاعد عمال أقول يا ربي هو احنا ناقصين، يعني كورونا، فالحرب الأوكرانية الروسية، فربنا يستر ما يحصلش توتر في تايوان والصين، وإلا الاقتصاد العالمي مش هيتضرب، هتبقى ضربة قاتلة، ولا إيه؟ هو القضية قديمة شوية، أو يعني لها فترة مش من دلوقتي. يمكن ظهرت بشكل كبير جدا بعد جائحة كورونا، وبعد دخول العالم في تكنولوجيا الجيل الخامس. لأن التكنولوجيا الجيل الخامس بتعتمد اعتماد كبير جدا على الرقائق الإلكترونية. لكن المشكلة بدأت من أيام أوباما، يعني من أيام أوباما الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحس إن الصين بتقترب منها في هذا المجال. لأن لحد سنة 90 كانت الولايات المتحدة الأمريكية بتشكل من هذه الصناعة حوالي 37% ل 40%، لكن لما وصلنا ل 2015 بدأت الصين يعني تصعد في هذا المجال، في حين الولايات المتحدة كان عندها نوع من الثبات أو حتى التراجع، كانت بتمثل 10% فقط. هنا الولايات المتحدة الأمريكية حست بالخطر، فبدأوا يحجبوا بعض من الصادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين، بس كان على مستوى يعني مش واضح قوي. لما جاء الرئيس دونالد ترامب عمل حاجة غير مسبوقة. الرئيس ترامب تم انتخابه في نوفمبر 2016، دخل البيت الأبيض في 2017 يناير 2017. كل رئيس أمريكي جديد بيجي ما يعمل ما يسمى باستراتيجية الأمن القومي الأمريكي. الاستراتيجية دي بتغطي كل شيء، إزاي يحافظ على تفوق أمريكا، إزاي تظل أمريكا القوة الأولى على مستوى العالم من كل النواحي، في السياسة، في الاقتصاد، حتى في الترفيه والسينما والأفلام وكل حاجة. اكتشفوا أن هناك خلل في هذا الموضوع،
وان لابد ان الولايات المتحده الامريكيه تاخد اجراءات ضد الصين او توقف النمو الصيني او توقف الزحف الصيني على الولايات المتحده الامريكيه. بس ترامب والاداره الامريكيه حبوا يدوها كفر، ما تبقاش الحرب مباشره في شكل الرقائق الالكترونيه. بدأوا يدخلوا في قصة الرسوم الجمركية. لو نرجع بالذاكرها نلاقي تقريبا الأربع سنوات بتوع دونالد ترامب كانت خلافه مع الصين حول التعريفة الجمركية ومنع دخول البضائع الصينية للولايات المتحدة الأمريكية، بحجة إن كانت التجارة وقتها حوالي 600 مليار دولار، الصين بتصدر أكتر للولايات المتحدة الأمريكية وبتستورد أقل، فالولايات المتحدة الأمريكية شايفة إن ده خلل، فكان الرئيس دونالد ترامب قال إحنا هنعمل جمارك أكتر بحيث نحد من الصادرات الصينيه للولايات المتحده الامريكيه. لما جاء رئيس جو بايدن لا اتكلم بشكل مكشوف. اول شيء اتكلم عن فصل ما بين الاقتصاد الصيني والاقتصاد الامريكي. والنهارده بعد سنتين او سنتين ونص من عهد دونالد من عهد جو بايدن، وزاره الخزانه الامريكيه النهارده في الصين بتقول فكره الفصل عمليه مستحيله، لان لو شفنا مثلا جهاز هاتف نقال مثلا امريكي او صناعه امريكيه هتكتشف ان 20 او 30 او 40 او حتى 50% من مكوناته اما يعني مصنع في الصين او حتى شركه امريكيه موجوده في الصين. وبالتالي فكره الاندبندنسي او الاعتماديه ما بين الدوله الولايات المتحده الامريكيه ودول اخرى دي قائمه، ما ينفعش دوله يعني تنقطع بشكل كامل عن دوله اخرى، وخصوصا اذا كانت هذه الدوله هي الصين. لكن الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب لها بعد آخر، يمكن البعد التجاري والمليارات، وده أرقام حقيقية يعني نتكلم النهاردة عن 500 مليار دولار، 20-30 هتبقى تريليون، يعني حجم هذا الصناعة 20-30 هتبقى تريليون مش 500 مليار، وبالتالي في تعاظم لهذا الصناعة. لكن الولايات المتحدة الأمريكية في تقديري ده بيشغلها، وده جزء مهم جدا وجزء من التنافس، لكن هي مها حاجة تانية، البعد العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية شايفة أن الصين وصلت من خلال هذه التكنولوجيا لدرجة من التنافس العسكري ربما تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية. عندها تفوق في تكنولوجيا الصناعات العسكرية أكتر من الأمريكية. مش في بعض القطاعات. في بعض القطاعات. يعني مثلا زي ما يسمى السفن الانزلاقية. السفن الانزلاقية دي تشبه الصواريخ اللي بتدور في الفلك وليس في الأرض. لكنها يمكن أن تنزلق على مساحة على الأرض، بمعنى يمكن أن تدور في الفلك وتقوم بضرب الأراضي الأمريكية بشكل مباشر. الولايات الصين متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن حتى متفوقة على روسيا في هذا النطاق. هم بدأوا يخافوا الصواريخ البعيدة المدى بتعتمد على هذا الرقاق بشكل كبير جدا، وخصوصا الصواريخ اللي بتمشي أكثر من 10,000 كيلو، لأن صاروخ أكثر من 10,000 كيلو لو تم إطلاقه من الأراضي الصينية ممكن يوصل لولاية مثل ولاية كاليفورنيا. وعشان كده مثلا خلال السنة اللي فاتت 2022 و2021 بدأوا سكان كاليفورنيا يعملوا لهم تدريب أنهم لو اتضربوا بصاروخ صيني يعملوا إيه، وخصوصا لو اتضربوا بصاروخ في قنبلة نووية أو قنبلة ذرية. يعني كل الولايات الأمريكية على الساحل الغربي الأمريكي، وهو الساحل المواجه للصين، لأن الساحل الغربي هيبقى أقرب للهوس اللي حصل ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، والناس تبدأ تعمل ملاذات آمنة من الحرب النووية. صحيح، الملاجئ النووية. الملاجئ النووية انهارت، وينزلوا تحت الأرض ويبنوا بيوت وبانكرز وحاجات زي كده. أكبر استثمار حاليا في الولايات الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية هو الاستثمار في الملاجئ النووية، خوفا من أن تأتي الصواريخ الصينية إلى هناك. الصين بدورها عندها إحساس كمان بالخوف وبالهلع. طبيعي. لأن الحسابات الصينية بتقول أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن بتطبق نظرية تسمى نظرية الأناكوندا أو نظرية حلقة النار. الأناكوندا ده تعبان ضخم جدا غير سام، لكنه بيخنق الضحية بتاعته. هم شايفين الولايات المتحدة الأمريكية حاليا عاملة نظرية الأناكوندا حول الصين، يعني مثلا خنق الاقتصاد الصيني، خنق الاقتصاد لو خلق الجغرافيا الصينية، لأن الولايات المتحدة فبتحوطها بالحلفاء، بتحوطها بالحلفاء وتحوطها بالأعداء. لأن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر استثمار لها مش في السلاح، في التخويف. صح، تخوف الآخرين. يعني مثلا سكان شرق أوروبا تخوفهم بروسيا، المجاورين للصين تخوفهم من الصين، عشان كده عاملة مشكلة بين الصين واليابان حول جزر تسمى جزر سينكاكو. عاملة مشكلة بين الصين ودول بحر الصين الجنوبي، 6 دول مشاكل وصلت المحكمة الجنائية الدولية مع الصين. عاملة مشكلة بين الصين والهند، ولاية جامو وكشمير ولاداخ أكثر من 1000 كيلومتر في خلاف على الحدود، بتحاول تقلب على الصين الأقاليم الداخلية
اقليم التبت وده اقليم ضخم طبعا. جدا اقليم شينجيانج اللي هو فيه الويجور في اقصى غرب الصين وده مهم جدا لنقل التجاره الصينيه للغرب. طبعا تايوان معروف الخلاف مع تايوان وبالاضافه لهونج كونج وبالتالي هي بتحاصرها بنظريه الاناكوندا من كل مكان. ماشي انا عايز اتوقف عند النقطه دي استاذن حضراتكم في فاصل وارجع بعد الفاصل لمحمد بيه عزام على مساله هذه الصناعه وحجمها الضخم واللي قابل للتنامي زي ما حضرتك قلت لتريليون دولار في 2030 يعني انا بتكلم عمليا مش بعد 7 سنين ده هم فاضل 6 سنين يعني خلاص على الابواب. صحيح. طيب التنافسية بتاعت هذه الدول مع بعضها البعض أنا ممكن يبقى دوري كمنطقة مش بس كمصر هبقى دوري عامل إيه في هذا التنافس لو صح التعبير أنا كمصر أقدر أقدم إيه لهذه الصناعة. فاصل ونكمل الكلام اسمعني. طيب خلونا نجدد الترحيب بضيوفنا الاعزاء استاذ محمد عزام عضو مجلس اداره الجمعيه الدوليه لاداره التكنولوجيا ودكتور ايمن سمير خبير العلاقات الدوليه. كنت بتكلم على مساله هذه الاستثمارات الضخمه عالميا. يا ترى هل ترى احنا دورنا كمنطقه فيها ممكن يوصل لفين في اطار حجم استثمارات يوصل او حجم تجاره يوصل لتريليون بعد تقريبا 6 سنين واحنا كمان كمصر تحديدا هل لينا دور ونقدر ندخل القطر ده ولا لا؟ شكرا للسؤال. حقيقة أولا احنا خلينا نقسم صناعة الإلكترونيات إلى جزئين جزء التصميم وجزء الإنتاج. بالنسبة لجزء التصميم احنا مصر أنشأت التحالف الوطني لصناعة أشباه الموصلات وده أول تحالف وطني يتعمل خارج الولايات المتحدة وكان بوجود حقيقة الجي اس اي أو الجلوبال سيمي كوندكتر أسوسيشن وكان موجودة هنا جودي شيلتون المدير التنفيذي لهذه المؤسسة اللي بتضم عمالقة الصناع والمصنعين في هذه التكنولوجيا المتقدمة. فحقيقة أنا كان ليا سؤال ليها أنت كنت شايفة مصر إزاي؟ قالت مصر حقيقة بتتميز بحاجتين تتميز أنها عندها عقول وبقى عندكم برامج مخصصة لتدريب المهندسين والفنيين على موضوع تصميم الإلكترونيات وده جزء مهم في الصناعة أنه ده معتمد على الكوادر البشرية والتحالف المصري ده فيه 23 شركة موجود في مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة. إنما موضوع التصنيع محتاج استثمارات والاستثمارات ليست صغيرة احنا بنتكلم المصنع السيمي كوندكتر ومصنع أشباه الموصلات بيحتاج من 10 إلى 20 مليار دولار استثمار وبياخد من 18 شهر إلى أكتر من سنتين عشان يبتدي فهو موضوع محتاج استثمارات كبيرة جدا طبعا. إنما وجود هذا التحالف الوطني كأول تحالف خارج الولايات المتحدة ده بالنسبة لنا بيقول لنا احنا ماشيين على اتجاه مظبوط خصوصا أن مصر عندها استراتيجية اسمها مصر تصنع الإلكترونيات فده الجزء. الجزء الثاني حقيقه ان احنا لازم تعمل شراكات مع الشركات العالميه لنقل الخبرات. وطبعا صناعه الالكترونيات زي ما احنا اتكلمنا في بدايه الحلقه بتخش في كل الصناعات. فاظن احنا لازم نركز في صناعه الالكترونيات تخدم صناعه معينه زي صناعه السيارات مثلا. صناعه البرمجيات المدمجه وصناعه الالكترونيات لخدمه قطاع زي قطاع صناعة السيارات وده قطاع ضخم جدا وبينمو ومطلوب ويمكن وجود قناة السويس كميزة تنافسية طبيعية في هذا المجال ان هي مش مجرد ان هي بتغطي الاحتياجات لصناع السيارات على مستوى المنطقة اذا كانت في منطقة شمال افريقيا او في منطقة الخليج العربي او في افريقيا انما كمان في اوروبا ان من دروس كمان اوكرانيا ودروس ما قبلها كورونا ان حصل خلخله كبيره جدا في سلاسل الامداد حول العالم ففكره ان انت تبقى عندك مصنع معين موجود او تركيز الصناعه في شرق اسيا فقط والولايات المتحده حتى اوروبا مش لاعب رئيسي في هذه الصناعه ويحصل هذه النوعيه من المشاكل بيحصل خلل ودروب كبير جدا وبالتالي بيؤدي الى كوارث في صناعات اخرى فاحنا ممكن نلعب في هذا الدور في سلسلة الإمداد العالمية في هذا الاتجاه وخصوصا أن ونستفيد كمان من المبادرات اللي تمت على الدول الأخرى حقيقة في النهاردة الولايات المتحدة حاطة 100 مليار دولار للاستثمار في هذه الصناعة الصين حاطة حوالي 200-300 مليار كوريا حاطة برضو في حدود 200-300 مليار على سنوات قليلة جدا احنا محتاجين لازم نكون مؤهلين ان احنا نجذب جزء من هذه الاستثمارات ان هم كلهم بيبصوا على إعادة هيكلة سلاسل الإمداد حول العالم ان علشان ما تبقاش في مشكلة زي كورونا تاني او مشكلة في
نوع من انواع الصراع الجيوسياسي زي اللي حصل في اوكرانيا واللي مرشح زي ما الدكتور ايمن الى انه يحدث بين اوكرانيا اسف بين الصين وتايوان، اللي هو جزء منها على فكره كبير جدا على امتلاك التكنولوجيا الخاصه بصناعه الالكترونيات واشباه الموصلات، ان طبعا تايوان من اكثر الدول العالم تقدما بمراحل عن اقرب منافسينها من الدول حتى ضمنها الولايات المتحده، الشركه التايوانيه المخصصه لصناعه اشباه الموصلات دي حجم انتاجها في السنه حوالي 85 مليار دولار، شركه واحده. شركه واحده 85 مليار دولار. الناس دي؟ وتايوان كان انتاجها سنه 73 كله على بعضه كان حوالي يعني 60 مليار دولار بسبب اشباه الموصلات والرقائق. وصل الناتج القومي النهارده لتايوان وعدد سكانها صغير يعني 25 مليون وجزيره صغيره 600 مليار دولار. الحجم الناتج القومي لتايوان 2022 وصل ل 600 مليار دولار وبضاعه مطلوبه كمان. طب والناس تتهافت عليها. انطلاقا من كلام المهندس محمد عزام على مساله انه ايوه احنا لازم ندخل في هذه الصناعه وعندنا كوادر وعندنا قدرات تاهلنا ده، لكن بتحتاج لاستثمارات ضخمه وما الى ذلك. طب افترضنا انه حصل توافر لكل هذه العوامل، ألن نعاني من نظرية الأناكوندا الأمريكية والخنق والأمريكان ما بيحبوش أنه يبقى في أي نجوم بازغة، يعني أنت تحت السيطرة وبتعمل اللي أنا عايزه بمزاجي، يا إما أبدأ أضايقك أعاقبك أطلع لك قانون من هنا أطلع لك مرضية من هناك. لا أنا في رأيي مصر الوضع مختلف. يعني أولا مصر لو شفت مثلا هي تقريبا الدولة الوحيدة في العالم اللي عندها شراكة استراتيجية كاملة مع الدول الخمسه دائمه العضويه في مجلس الامن، كل الاقطاب، مفيش دوله مصر ملهاش علاقه طيبه معها. هذه العلاقه الطيبه السياسيه انا في رايي يمكن استثمارها بشكل افضل في الجوانب الاقتصاديه والجوانب الاستثماريه في الفتره اللي جايه. يعني مثلا احنا عندنا منطقه اقتصاديه للصين في قناه السويس او في محور قناه السويس، عندنا منطقه روسيه في منطقه قناه السويس. الاستثمارات الامريكيه في مصر هي اكبر استثمارات في افريقيا، تساوي 33% من إجمالي الاستثمارات الأمريكية في مصر. أنا في رأيي إحنا مثلا ممكن نعمل مصنع مع الصين وممكن نعمل مصنع مع الولايات المتحدة الأمريكية. في الحالة دي مش هنكون قريبين، مش هتحصل مناكفة سياسية على ده؟ فأعتقد في التكنولوجيا وفي الاقتصاد وخصوصا في مع دولة زي مصر الجميع بيسعى إليها، الجميع بينظر إلى مصر باعتبارها دولة هي محور للاستقرار مش محور للمناكفة. المبادئ اللي أرستها مصر يعني منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي في النصف الثاني من 2014 وحتى الآن كانت بتقوم على فكرة ممتازة جدا، فكرة المساحات المشتركة. النهاردة العلاقات بين الدول يا أستاذ يوسف ما فيهاش كيكة التطابق. زمان كنا نسمع مثلا في النشرة في الراديو يقول لك تطابق وجهات النظر بين مثلا ألمانيا وأمريكا، دلوقتي ما فيش تطابق، في مساحة مشتركة وفي نقاط خلافية. صحيح. جميع الدول النهاردة عليها أن تعمل على المساحات المشتركة. إحنا نقدر نوسع المساحات المشتركة بيننا وبين الصين، ندخل فيها مجال التكنولوجيا أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، نعمل ده مع الولايات المتحدة الأمريكية. زي ما قال محمد بيه أن مثلا أوروبا يعني مش ضلعة أو في الموضوع، يمكن هولندا بس المتقدمة بشكل كبير جدا. احنا لو عملنا كده وعملنا اكتفاء ذاتي لينا كدولة مصر للمنطقة العربية للدول الأفريقية وقريبين من سوق مهم جدا زي السوق الأوروبي، انا اعتقد احنا عندنا فرصة وفرصة كبيرة جدا. العلاقة السياسية والإيجابية المصرية والمقبولية المصرية اللي بتحظى بها السياسة الخارجية المصرية عند هذه الدول انا في رأيي تمكن مصر انها تستطيع ان يعني تدخل في هذا المجال دون ان يعني تأخذ حسناته وتأخذ ثماره دون أن تتعرض لأي نوع من المشاكل، خصوصا لو احنا خلقنا شراكات بدرجات قليلة في الأول. يعني مثلا لو بدأنا مع الصين بشراكة احنا 40% هم 60% مش هشكل له قلق في الأول. لو عملنا شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ب 30% وهم 70%، ال 30% نغطي احنا بها احتياجاتنا المحلية ونضمن ان ده بتصنع عندنا، والفائض اللي هو 70% ممكن تصدر للولايات المتحده الامريكيه او اي جانب تحب الولايات المتحده الامريكيه تصدره او الصين. انا في رايي لو طبقنا الفلسفه دي ممكن ندخل في المجال ده بشكل كويس. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا عندنا ظهير مهم جدا، احنا بنتكلم عن احنا محتاجين استثمارات ضخمه لكن احنا عندنا مثلا المنطقه الخليجيه. انا في رايي احنا لو كان عندنا في السبعينات الهيئه العربيه للتصنيع وما زالت قائمة وبتعمل شغل كويس، لو عملنا حاجة شبيهة بيها
الهيئة العربية لتصنيع الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. أنا في رأيي منطقة مثل منطقة الخليج ممكن تمول هذا الأمر بشكل جيد جدا. مع وجود الكوادر المصرية المؤهلة. هنا هرجع على طول مهندس محمد عزام على مسألة الكوادر. بالكلام يقوله دكتور أيمن أنه إحنا نقدر نوصل لتوافق ما بالاقتصاد السياسي لو صح التعبير، ان احنا طول الوقت الطرف النزيه الذي يصفر المشاكل وما بنكفش حد ولا عاوزين حد ينكفنا. هل انا عندي المؤهلات الكافيه ان انا اخلق جذب استثماري اقدر اخلق منه هذا الكيان الاقتصادي او الكيان الصناعي لو صح الكلام؟ عندك البدايات حقيقه، عندك البدايات في مجال التصميم لصناعة الإلكترونيات أو الجزء الخاص بالتصميم والديزاين. إنما موضوع التصنيع هي ما زلت طبعا أظن أن ما عندكش هذه الكوادر الكافية، إنما عندك برامج تدريبية وتأهيلية لخلق كوادر في هذا الاتجاه. طب زائد أن الموضوع ده نتيجة أنها صناعة متقدمة شديدة التعقيد جدا حقيقة. هي أنت محتاج مراكز أبحاث وليس طبعا. فقط أن يبقى عندي مهندس شاطر. مجرد مصنع. خلاص نهائي، ان المصنع هو جزء من المنظومه. صحيح. انت عاوز مراكز ابحاث متخصصه، لكن احنا كنا بنتكلم في الفصل ان بعض الجامعات المصريه الاهليه. صحيح. متقدمه جدا وبدات تستثمر في وجود مراكز ابحاث متخصصه في صناعه الالكترونيات. انت محتاج حضرتك ان انت يكون عندك مناخ جاذب للاستثمار في هذا المجال، ويمكن بدايه التحالف الوطني المرتبط بالتحالف العالمي لصناعه اشباه الموصلات تبقى عندك النهارده قناه مفتوحه مع كبار مصنعي اشباه الموصلات حول العالم، وبالتالي انت بقى في المجال ان انت تبدا لازم تتكلم معهم بقى، تشوف ايه متطلباتهم، ايه اللي هم محتاجينه، إيه ازاي يبقى عندك برنامج لنقل الخبرات. النولج ترانسفير في هذا الموضوع مهم جدا، ان هي صناعات متقدمه بتقوم بها شركات عملاقه، محتاج ان انت تعمل معهم برنامج مشارك لنقل الخبرات والتدريب لمهندسينا وفنيينا في هذا الاتجاه، ولازم يبقى في استثمار جاد وكبير. ويمكن زي ما دكتور ايمن تفضل ان الفكره التكامل على مستوى الاقليم حي العربي النهارده في فوائد ماليه، في فرص استثماريه، في مصر بتتميز دائما ان هي عندها في المنطقه. انا عندي مصانع عربيات، المغرب عندها مصانع عربيات، جنوب افريقيا عندها مصانع عربيات، والعالم كله محتاج هذه الصناعه. طيب. دي صناعه عابره للحدود. قبل ما اختم يمكن في السريع برضو هنا هرجع بسرعه لدكتور ايمن. دكتور ايمن، مصر تاريخيا من المعروف أن هناك كثير من الأطراف لا تحب لها أن تكبر أكثر مما ينبغي. صحيح صحيح. كان عندنا مثل قديم من أيام معاهدة لندن، يعني حدث بقى ولا حرج. صحيح. هل إحنا في هذه الظروف لازال بعض عواصم صنع القرار أو بعض الكيانات في الدنيا هتبقى بتتعامل معانا بمنطق لا يجب للقاهرة أو لا يجب لمصر أن تكون أكبر مما ينبغي؟ أنا في رأيي دائما المكانة تنتزع وليس توهب أو تعطى. وأنا في تقديري مصر خلال العشر سنوات الماضية انتزعت مكانات في كل شيء، في السياسة، في الاقتصاد، في الأمن. مصر قدمت نموذج في محاربة الإرهاب، نموذج في الأمن الإقليمي، نموذج في فرض السلام والازدهار، نموذج في فرض القيم المصرية في علاقتها مع الدول الأخرى. هذه المكانة هي تنتزع وتؤخذ. أنا في رأيي مصر قادرة أن تأخذها وبالسلام وبالحكمة وبالقدرة الناعمة دون أن تحتك مع الآخرين. أنا عايز أشكركم، نورتونا وشرفتونا في هذا اللقاء شديد القصر، إلا أنه الموضوع فعلا كبير ويحتاج مننا نقعد نفكر فيه أكتر ونقرأ فيه أكتر برضو، وبالتالي أقدر أن أنا أطلب من حضراتكم تنورونا مرة تانية وثالثة ونتكلم في ده، لأن أنا من المتحمسين جدا لهذا النوع من الصناعات التكنولوجية. كل الشكر مهندس محمد عزام، عضو مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا. كل الشكر أيضا للدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية بالأهرام. نورتونا وشرفتونا. شرفين. نقدر نقدر زي ما كان بيقول الدكتور أيمن، والله في ناس عايزة تناكف، احنا مكانتنا تنتزع وانتزعنا مكانة راقية رفيعة في وسط العالم كتير، ودلوقتي احنا واقفين ومال وهدومنا زي ما بتقال، واحنا ما بنناكفش حد ومش عاوزين حد يناكفنا، احنا عاوزين نكبر ونزدهر. ثواني وهيدخل حالا كريم رمزي يهني بالتأكيد الزمالك على الفوز العظيم والمؤزر. شجع الزمالك تجد كل ما يسرك، والله احنا نادي لطيف حبوب جدا. اما احنا لو كان لنا العمر نقابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسع. شجع الزمالك يا كيمو، واشكرنا يا كيمو على قد ما تقدر. سلامات.